السلام عليكم. أسفرت نتائج مقابلات الدور التمهيدي لكأس الرابطة الجزائرية على النتائج التالية: برج بعويرج 0، مولودية وهران 0، تأهل مولودية وهران بضربات الجزاء، مدية 2، شلف 1، تأهل مدية، حسن داي 4، عين ميلة 0، تأهل حسن داي، مقرع 3، شبيبة قسنطينة 0، تأهل مقرع. وإليكم الآن جدول مقابلات دور الثمن النهائي من كأس الرابطة الجزائرية: غليزان مولودية وهران يوم الجمعة 30 أبريل الساعة 3:30 في ملعب غليزان، بيسكرا بارادو الجمعة 30 أبريل 10:30 ليلا في ملعب بسكرا، مدية بالعباس الجمعة 30 أبريل 10:30 ليلا في ملعب المدية، الصورة مع سكيكدا الجمعة 30 أبريل 10:30 ليلا بملعب بشار، سطيف تلمسان السبت 8 ماي الساعة 10:30 ليلا بملعب سطيف، شبيبة القبائل حسين داي السبت 8 ماي 10:30 ليلا ملعب تيزي وزو، اتحاد الجزائر مولودية الجزائر السبت 8 ماي 10:30 ليلا ملعب بلوغين، شباب الوزداد مقرع السبت 8 ماي 3:30 ملعب 20 أوت،